بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. عن عن جابر بن جابر بن عبد عبد الله الله الأنصاري أن الأنصاري فاطمة الزهراء فاطمة عليها الزهراء السلام بنت رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وآله وآله قال قال سمعت سمعت فاطمة فاطمة أنها أنها قالت قالت دخل دخل علي علي أبي أبي رسول رسول الله الله في في بعض بعض الأيام، الأيام، فقال فقال السلام السلام عليك عليك يا يا فاطمة، فاطمة، فقلت فقلت عليك عليك السلام. السلام. قال قال إني إني أجد أجد في في بدني بدني ضعفا. ضعفا. فقلت له فقلت له أعيذك أعيذك بالله بالله يا يا أبتاه أبتاه من من الضعف. الضعف. فقال فقال يا يا فاطمة فاطمة ائتيني ائتيني بالكساء بالكساء اليماني، اليماني، فغطيني فغطيني به به فأتيته فأتيته بالكساء بالكساء اليماني. اليماني. فغطيته فغطيته به به وسرت وسرت أنظر أنظر إليه، إليه، وإذا وإذا وجهه وجهه يتلألأ يتلألأ كأنه كأنه البدر البدر في في ليلة ليلة تمامه تمامه وكماله. وكماله. فما فما كانت كانت إلا إلا ساعة ساعة وإذا وإذا بولدي بولدي الحسن الحسن قد قد أقبل أقبل وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا أمه. أمه. فقلت فقلت عليك عليك السلام السلام يا يا قرة قرة عيني عيني وثمرة وثمرة فؤادي. فؤادي. فقال فقال يا يا أمه أمه إني إني أشم أشم عندك عندك رائحة رائحة طيبة طيبة كأنها كأنها رائحة رائحة جد جد رسول رسول الله. الله. فقلت فقلت نعم نعم إن إن جدك جدك تحت تحت الكساء. الكساء. فأقبل فأقبل الحسن الحسن نحو نحو الكساء الكساء وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا جداه جداه يا يا رسول رسول الله، الله. أتأذن أتأذن لي لي أن أن أدخل أدخل معك معك تحت تحت الكساء؟ الكساء؟ قال قال وعليك وعليك السلام السلام يا يا ولدي ولدي ويا ويا صاحب صاحب حوضي حوضي قد قد أذنت أذنت لك. لك. فدخل فدخل معه معه تحت تحت الكساء. الكساء. فما فما كانت كانت إلا إلا ساعة ساعة وإذا وإذا بولدي بولدي الحسين الحسين قد قد أقبل أقبل وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا أماه. أماه. فقلت فقلت عليك عليك السلام السلام يا يا ولدي ولدي ويا ويا قرة قرة عيني عيني وثمرة وثمرة فؤادي. فؤادي. فقال فقال لي لي يا يا أماه أماه إني إني أشم أشم عندك عندك رائحة رائحة طيبة طيبة كأنها كأنها رائحة رائحة جد جد رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم. وسلم. فقلت فقلت نعم نعم إن إن جدك جدك وأخاك وأخاك تحت تحت الكساء. الكساء. فدنا فدنا الحسين الحسين نحو نحو الكساء الكساء وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا جداه جداه والسلام والسلام عليك عليك يا يا من من اختاره اختاره الله. الله أتأذن أتأذن لي لي أن أن أكون أكون معكما معكما تحت تحت الكساء؟ الكساء؟ فقال فقال وعليك وعليك السلام السلام يا يا ولدي ولدي ويا ويا شافع شافع أمتي أمتي قد قد أذنت أذنت لك. لك. فدخل فدخل معهما معهما تحت تحت الكساء. الكساء. فأقبل فأقبل إن إن ذلك ذلك أبو أبو الحسن الحسن علي علي بن بن أبي أبي طالب. طالب. وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا بنت بنت رسول رسول الله. الله. فقلت فقلت وعليك وعليك السلام السلام يا يا أبا أبا الحسن الحسن ويا ويا أمير أمير المؤمنين. المؤمنين. فقال فقال يا يا فاطمة فاطمة إني إني أشم أشم عندك عندك رائحة رائحة طيبة طيبة كأنها كأنها رائحة رائحة أخي أخي وابن وابن عمي عمي رسول رسول الله. الله. فقلت فقلت نعم نعم ها ها هو هو مع مع ولديك ولديك تحت تحت الكساء. الكساء. فأقبل فأقبل علي علي نحو نحو الكساء الكساء وقال وقال السلام السلام عليك عليك يا يا رسول رسول الله. الله أتأذن أتأذن لي لي أن أن أكون أكون معكم معكم تحت تحت الكساء؟ الكساء؟ قال قال له له وعليك وعليك السلام السلام يا يا أخي أخي ويا ويا وصيي وصيي وخليفتي وخليفتي وصاحب وصاحب لوائي. لوائي. قد قد أذنت أذنت لك. لك. فدخل فدخل علي علي تحت تحت الكساء الكساء ثم ثم أتيت أتيت نحو نحو الكساء الكساء وقلت وقلت السلام السلام عليك عليك يا يا أبتاه أبتاه يا يا رسول رسول الله. الله. أتأذن لي أتأذن لي أن أن أكون أكون معكم معكم تحت تحت الكساء؟ الكساء؟ قال قال وعليك وعليك السلام السلام يا يا بنتي بنتي ويا ويا بضعتي بضعتي قد قد أذنت أذنت لك لك فدخلت فدخلت تحت تحت الكساء. الكساء. فلما فلما اكتملنا اكتملنا جميعا جميعا تحت تحت الكساء الكساء أخذ أخذ بي بي رسول رسول الله الله بطرفي بطرفي الكساء الكساء وأومأ وأومأ بيده بيده اليمنى اليمنى إلى إلى السماء السماء وقال وقال اللهم اللهم إن إن هؤلاء هؤلاء أهل أهل بيتي بيتي وخاصتي وخاصتي وحامتي، وحامتي لحمهم لحمهم لحمي لحمي ودمهم ودمهم دمي. دمي يؤلمني يؤلمني ما ما يؤلمهم يؤلمهم ويحزنني ويحزنني ما ما يحزنهم. يحزنهم.
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب